السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 7 أيار 2023. الحقيقة أنا قررت أني أسجل هالمادة لعدة أسباب. أول شغلة بدي، أنا عادة كل سنة بعطي فيها دورة ملخصة جدا للتلاميذ المهني بحضرهم للامتحان، والحمد لله يعني بخبرتي الطويلة بالموضوع وهيك عم بقدر فيه من قد ما فيني. بس هلأ حبيت سجلها مشان يوسع نطاق الوصول لها للمحاضرة، ومن باب تاني أنا بصير برتاح، ما بضلني مضطر على طول ضيع وقت عليها، بصير بركز على أمور أخرى. يعني أكيد أنا معكم فادي الحسن، اللي متابعني بيعرفني، يعني أنا تقريبا من 20 سنة بشتغل مع المادة وعندي خبرة فيها وعندي تعاطي فيها حتى مع الشركات. يعني أكيد هي مادي ما أنا كثير براتيك لأنه عندها مشاكل بالبراتيك، بس كمادي تعليمية كثير مهمة، وهي مثل ما بتعرف هي مادي فرانكوفونية، يعني ما أنا معروف في وورد وايد مثل اليو ام ال، ولكنها مادي مهمة كثير جدا بالريليشن بالداتابيز ريلاشونال او ريلاشنال داتا بيس. هلا حاول انا كمان مر بعض الموكلي بالانجلش حتى اذا حدا انجلش عم يحضرني يقدر يفهمني، بالفرنسي وبالانجليزي حاول قد ما فيني. يعني هلا اول شغلي كونتينيو لهالسلسلة المحاضرات اللي هي حتكون تقريبا 9 محاضرات، حيكونوا كتير صغار باستثناء التالتة والرابعة، بتخيل التالتة والرابعة والسابعة والثامنة حيكونوا شوية طويل. لا لا عفوا، أنا حأعطي بس للسابعة هلا، الثامنة والتاسعة بما إنهم مش مطلوبين بالمنهج هلا حاليا. شو هعمل؟ هعملهم بعدين إذا دل معي وقت بعملهم، بس هلا لأنه المنهج الشادي هاي السنة مش مطلوبين مش هعطيهم هلا. يعني معنا 7 محاضرات المفترض، بس اكثر محاضرات حتاخذ وقت الثالثه والرابعه والسادسه. هنبلش بهذا المحاضره السيشن اللي عم تسمعوها هلا، الانترودكسيون على المريض، لابد منها رغم انه هي ميدي براتيك بس لابد منها. هلا هي المريض تلخيص، يعني هي ابريفياسيون الام والاو والار والاي والاس، ميثود ديتود اي دو رياليزاسيون انفورماتيك بور لي سيستيم دونتربريز. جامعات الإنجليزي عندكم مادة، جامعات الأمريكان قريبة عليها، ما بتذكر شو بتسموها، ما بعتقد داتا ستراكشر، ناسي شو بتسموها، قريبة كثير على الميريز. أكيد هي ستادي ميثود فور رياليزيشن، فور كمبيوتر رياليزيشن اوف فيرم سيستم او انتربرايز سيستم. اوكي، يعني احنا بس بدنا نعمل نظام معلوماتي لمؤسسات، طلعت منه هون فكره الميريز. ماشي الحال، يعني هلا بدنا نركز على انه بدنا نعمل نظام معلوماتي لمؤسسه، مشان هيك بمشاريع التخرج اللي بتعملوها بالجامعات بيطلبوكم تاخذوا كيس ستادي عن مؤسسه وتعملوا لها الموديل الانفورماتيك تبعها. سيستم دي انفورماسيون اللي هو انتم كنتوا تعملوه، يعني هو هدفه الميريز انه نقدر نوصل لسيستم انفورماسيون لمؤسسه معينه. سيستم انفورماسيون اس اي اتون انسومبل دو اورجانيزي دي ريسورس كي بيرمي دو كولكتي ستوكي تريتي اي ديستريبي الانفورماسيون. انت بتعرف مثل اي برنامج معلوماتي، هو بيجمع الداتا بيخزنها بيعمل لها معالجه عبر كويري عبر كالكوليشن عبر شو ما كان، بدي اكثر سلعه رخيصه قديش نسبه الارباح، هذه كلها تريد بون، هذه مين اللي عليه دين وما عم يدفع، كل هذه تريتمون. يديستريبي الانفورماسيون بيوزع المعلومات المناسبه للشخص المناسب، وهذا هلا بعد شوي حرجع فصله شوي. بروجرام مثل ما شايفين مؤسسه، ما ضروري يكون بهالتعقيد، هيدا ممكن يكون ابسط من هيك بكثير، بس اي سيستم، اي مؤسسه عندها سيستم انفورماتيك بيطابق لها معاييرها وبيطابق لها حاجاتها. اوكي، شو ما كانت المؤسسه. هلا لابد من انه ارجع لهذا التريونج اللي على طول بيركزوا عليه بالشرح، اللي هو المؤسسه كيف مؤلفه. المؤسسه هي مؤلفه من 3 اقسام، السيستم دو بيلوتاج اللي هو النظام القيادي تبعت المؤسسه اللي فيه الادارات العليا والوسطى اذا بدكم،
اللي هون يجي محل ما يتخذ القرار اللي هو رأس الهرم، محل ما بياخذ القرار، محل ما بياخذ الفيدباك اللي لها أهمية، محل الشغلات الاستراتيجية كلها بتصير فوق. ومن تحت من تحت السيستم اوبيرون، نظام العملين اللي هو نظام الموظفين اللي بيشتغلوا على الأرض، مثل اللي بيشتغلوا مع الفيس تو فيس مع الكلاينت أو مع الزبونات، هني اللي بيحملوا البضاعة، هني بيدخلوا الداتا انتري، كل هالأمور هيدي كلها بيسموها نظام العملاني. بالنص في النظام المعلوماتي، نظام المعلوماتي اللي هو موجود بالنص، اللي هو الحقيقة بيربط السيستم البيلوتاج مع السيستم اوبيرانت، أو البايلوت سيستم مع الاوبريشن سيستم. اوكي، شو وظيفته للسيستم ده انفورماسيون الاجباري؟ قبل ما بلش الميريز لازم نعرف نحن شو عم نعمل. ما اتفقنا انه الميريز هي شغلتها تعمل استدي من اي تو زد للسيستم ده انفورماسيون. اوكي، انا بعد شوي بتشوفوه لمؤسسه معينه، يعني خد انت مثلا المدرسه، خد معهد، خد جامعه، خد محل لحوم، خد محل خضره، خد سوبر ماركت، خد اللي بدك اياه. اي مؤسسه بدك تفكر تعمل لها استدي للسيستم ده انفورماسيون مثل مشروع التخرج تبعك. ما كتير حطول انا بهالشابتر، قصد لان هو نبذه انتروداكشن مع التاني، بس المهم واحد ياخذ فكره. يعني السيستم ده انفورماتيك او سيستم ده انفورماسيون هو عنده تعاطي مع سيستم دو بيلوتاج، يا بيعطيه معلومات يا بياخذ منه معلومات. ممكن سيستم دو بيلوتاج يعطي امر لسيستم ده انفورماسيون، لافترض انه وقف يعطي امر انه وقف الحسومات بشهر ابريل لافترض، وممكن بياخذ منه داتا، بيساله سؤال شو نسبه الارباح هذا الاسبوع، شو الريبورت للموظفين الاحسن، ساعات العمل، الاوفر تايم، كل هالامور بيطلبها منه وبيعرض له السيستم ده انفورماسيون. يعني في تعاطي بين السيستم ده انفورماسيون والسيستم دو بيلوتاج، وهذا شيء طبيعي. ونفس الشيء بالنسبه للسيستم اوبيراسيون، كمان بيعطيه داتا بياخذ منه داتا، مثلا عامل المخزن بفوت بيعبي شو استلم، بيعمل كشوفات، وكمان بياخذ داتا شو عنده بضاعه بالمخزن، بيتاكد من اللي بيعملها مطابقه، مثل بيعمل انفنتوري او شيء. يعني مش هيك لوحظ السيستم انفورماسيون هو محور مع السيستم دي بيلوتاج ومع السيستم اوبيرون، مع الاوبريشن سيستم، مع البايلوت سيستم. كمان هو اكيد النظام العملاني هو اللي بيحكي مع العالم الخارجي تبع المؤسسه بالمبدا. يعني هو الانبوت بتكون اعلان، كانت الانبوت اللوجستيه او غيرها، والاوتو تطلع منه. يعني بتفوت على السيستم اوبيراسيون، بيسأل السيستم دي انفورماسيون، نظام التشغيل بيسأل السيستم دي انفورماسيون. هلا بعطيكم اكزامبل، السيستم دي انفورماسيون ممكن ياخذ يسأل البيلوتاج وممكن لا، حسب كيف المبرمج يعني. بعدين بيرد له للسيستم دي اوبيراسيون، السيستم اوبيراسيون بيخلص شغله وتنتهي العمليه. يعني حاعطيكم اكزامبل براتيك اكثر. لافترض انه في واحد فات على زبون، فات على السوبر ماركت بده يشتغل، بده يشتري، لم بضاعه بالشاريو، واجى لعند الكاسير. الكاسير هون هو اللي بيشتغل على الكيس، هو ممثل السيستم النظام العملاني. هذا بفوت بيدخل هالداتا على السيستم دي انفورماسيون، بيدخلون داتا انتري وبيفوز انتر، بيكون هون السيستم دي انفورماسيون عمل معالجه واعطوه الريزلت انه هذا لازم يدفع هالقد. اوكي، بعدين السيستم دي بيلوتاج بيقول له شوف قديش صار في عندنا مبيعات اليوم، بيساله السؤال وكمان بيرد له. اوكي، بيخلص السيستم الكاشير، بيخلص شغله بيعطي الفاتوره للكليون بعد ما يدفع وبيطلع من المؤسسه. هذا اكزامبل بسيط. يعني مثل ما قلنا شوي، وظيفه السيستم دي انفورماسيون هي ستوكاج دي انفورماسيون، مش هناك الداتابيز هو عنصر لا يتجزا من اي سيستم انفورماتيك. التريتمون للانفورماسيون مثل ما قلنا، مثل الكويري، مثل مين احسن زبون عندي، مين الزبون اللي عم بيدفع، مين البضاعه اللي عم تربح اكثر شيء، شو عندي ناقص بضاعه، كلها هذه من نوع من التريتمون. كمان الديفيزيون دي انفورماسيون او ديفيزيون دي دوني، يعني بوزع الداتا المناسبه للمكان المناسب. يعني معناتها ما معقول مثلا انا موظف المخزن لافترض يشوف شوف قديش ارباح المؤسسه، لا، بيشوف المدير، بيشوفها مدير المبيعات مثلا، بيشوفها مدير المؤسسه، بيشوفها، بس مثلا الاتش ار ما بيحق له يشوف قد ايه ارباح المؤسسه، بيشوف ساعات الاوفر تايم، مشان هيك بدي يوزع المعلومات المناسبة، بشوف ساعات الاوفر تايم، بشوف البونس، مين بيشوفها هيدي؟ ممكن يشوفها الاتش ار. مشان هيك شو بيعمل؟ النظام المعلوماتي بيوزع المعلومات المناسبة للشخص المناسب. اوكي؟ الديمارش للميريز، الميريز كيف اشتغل؟ اكيد بعد ما ناخذ قرار اداري انه بدنا نعمل سيستم انفورماتيك، نبلش نعمل ايتود ريلابل، يعني ستادي، بري ستادي اذا بدكم. هي الحقيقه هيدي استدي يا شباب،
اكيد مش مطلوب منكم تحفظوا هذا، بس فهموا شو عم بحكي انا. اتيود اصلا مش مطلوب تحفظه من كل شيء حكيته اليوم، بس خذوا فكره معينه يعني، لان الواحد لازم يعرف اذا انا بدي اعمل ميريز، بدي اعمل برنامج، شو يعني برنامج وين بدي احطه. اتيود بريالابل او بري ستادي هو يا شباب قبل ما بلش بالسيستم انفورماسيون بدي اتاكد انه هل هذا انا قادر اعمله ولا لا، شو نفعه، صار بيكلفني هالقد، هل المؤسسه قادر تدفع هالقد ولا لا، قديش بده وقت، هل احنا قديش مستعجلين عليه. هذا موضوع بنعمل له ستادي، النقطه الاساسيه فيه هي الايفالياسيون ودراسه الجدوى. اوكي طيب، بعد ما قلنا اوكي خلاص بدنا نعمله هذا عقده الاداره فيه، قلت خلاص هذا بيكلفني هالقد بدي اعمله اوكي لانه مهم والى اخره، بعد ما عملوا دراسه جدوى له. بعدين بيعملوا الاتيود دي. طيب بنبلش يا شباب، بنروح على الارض، نعمل مقابلات، نجيب دوكيمنت مفروض بالتفاصيل، بنشوف الريكوايرمنت او البيزوان بتفصيل يعني، ندرسها مظبوط مظبوط مظبوط، ونشوف الزبون شو بده والاوتيلايزاتور شو بده، بنفهم مظبوط كل تفاصيل البرنامج. مشان هيك هلا بستادي الحديث الاتيود دي طيب كثير بتاخذ وقت كثير يعني، لانه هي اعتبروها هي اللي بتعطي الكواليتي، اذا كانت مظبوطه بتعطي الكواليتي المظبوط. بعد ما خلصنا الاتيود وفهمنا الزبون شو بده، شو المتطلبات، بعد اكيد الزبون يعني قصدي اللي بده البرنامج، بعدين بنعمل اتيود تكنيك، بنشوف كيف بدنا ننفذ هالبيزوان بالمعايير اللي معنا، كيف بدي اعمل كويري، كيف بدي اعمل تيبل، كيف بدي اعمل بوتون، كيف بدي اعمل فورم، بدي بلش اعمل ديزاين، هون بسموها ديزاين يا شباب، او بالفرنسي بسموها كونسبسيون. مشان هيك هون بيطلع عندنا الام سي دي، ام ال دي، ام سي تي اذا بدكم، كل هول بيصيروا هون. اوكي هون بيسموه بنطلع الموديل الانفورماتيك، بنلاقي السوليسيون انفورماتيك يعني فوق، بالديتاي بنفهم شو بدنا نعمل، بالاتيود تكنيك بنلاقي حل انفورماتيك بنسميه، بنلاقي موديل اللي انتم بس ترسموا ام سي دي بكون لقيتوا من موديل انفورماتيك لهالبيزوان. يعني انت لما جيت حولت الالاف لانتيتي مثل ما بتشوفوا بعدين، يعني حولته لتابلو اذا بدكم، هذا سوليسيون. اوكي ممكن واحد تاني يعمل الالاف انتيتي والبارون انتيتي، يعني هذا حولوه لاثنين تابلو كمان، هذه سوليسيون. يعني كل واحد كيف عم يلاقي تصريف لهالبيزوان بطريقه عمليه. اوكي يعني حول الموديل دو بيزوان، حول البيزوان لشيء انفورماتيك ينفذ. بعد ما عملنا ستادي وعملنا الموديل الانفورماتيك، بعدين بننتقل للبرودكسيون للوجي سكيل، بلشنا نعمل بروجراماسيون. بالعلم الحديث البروجراماسيون ما بتاخذ اكثر من 10% نظرا لعده امور، نظرا للتكنيك الحديث المستعمل، نظرا للستادي اللي انت القوي اللي عم تعملها، نظرا للتولز الموجوده هذا، ونظرا لخبرات المؤسسه السابقه. بتعمل البروجراماسيون على بدك اياه، بتعمله على الاكسس، بتعمله على الفي بي، بتعمله على الدوت نت، اللي بدك يعمله حسب اكيد ما انت عامل دراستك. واخر شيء بتروح بتعمل له انستالاسيون، ميز اون سيرفيس، بتروح بتعمل له انستالاسيون بالشركه، لان انت البرنامج ما حيضل اللي عندك كمبرمج، شركه البرمجه اللي انت عم تشتغل فيها حتروح على البرنامج نزله عند مين؟ عند الشركه، وبتدرب عليه الموظفين انه هذا بيشتغلوا عليه هيك. مشان هيك الانستالاسيون وتدريب اليوزر جزء لا يتجزأ من هالفاز. بعد ما خلصنا بعدين بيبقى علينا نعمل مينتوننس. مينتوننس هي ثلاث شغلات، ممكن يكون مينتوننس تصحيح، يكون في عندي شيء غلط مريم تويلو ولا بد من الغلط على فكره، توصل اذا بروجي كبير. واخر شيء وعندي كمان عفوا المينتوننس التحسينيه، الا المؤسسه ما يصير عندها، الا ما يصير عندها نوع من النشاطات جديده، خدمات جديده الى اخره. وممكن انت يكون عندك بالمينتنس، يكون انت عندك شركه ديفلوبمون عندك كمان تطوير للتولز تبعونك، اكيد بدك تطرح على طول شيء جديد كمان، هذا نوع من المينتنس. يعني في المينتنس ثلاث انواع، مينتنس هي تصحيح ايرور، ممكن يكون مينتنس تحسينيه بالنسبه انت كشركه برمجه عم تحسن واجهه البرنامج، عم تنقله على النت، عم تعمله ويب ابلكيشن الى اخره، وممكن يكون هو زبون عم يطلب سيرفيسات جديد. اوكي يعني المينتنس بعده اسبابها، هذه كمان كله حقه مصاري، وكله هذا بيجيب مصاري على شركتك. هعطي اكزامبل بسرعه حتى نلخص الميريز او الديمارش للميثود ميريز. الا اول شغله الاداره بتاخذ قرار انها تعمل برنامج بموضوع معين بالمؤسسين. اوكي لا هاخذ اكزامبل مثلا معهد معين، المدير او بده يركب سيستم انفورماتيك للمدرسه. اجت شركه برمجه او مسؤولين الانفورماتيك بالمدرسه ما ضروري القسم المعلوماتي هو يعمل، ممكن تلازمه لشركه برانيه.
تيجي بتعمل دراسة بتقول له هذا بده وقت هالقد للمدير وبيكلفك هالقد، بيطلع المدير بيقول ما معه ميزانية، بيقول خلاص ما بدي، أو بيقول لا أم بلا خلاص تطلعوا على الله. أوكي، هون بيكون عم نحكي بشغلات جنرال ما بيفوتوا بالتفاصيل. أوكي، يعني بس بدي برنامج معلوماتية بيعمل عن ساعات الأساتذة، عقود الأساتذة والعلامات التلاميذ وإفادات وهيك. أكيد الداتا هي هون نبلش التفليه، بنفوت بكل تفاصيل السيستم، بنشوف الفواتير، بنشوف العلامات، بنشوف العقود الأساسية كيف هي، شو أنواع العقود، قديش الأجور، كل شيء ممكن نتخيله بدنا ندرسه، بدنا نحكي مع اليوزر، بدنا نعمل انترفيوز قد ما بدكم، بدنا ناخذ تفاصيل. كل ما درسنا مظبوط أكثر، كل ما كنا فهمنا الموضوع أكثر، وحيطلع معنا سيستم قوي أكثر. بعد ما فهمنا شو بدنا نعمل بننتقل هون، بدنا نبلش كيف بدنا نحول هالحاجات، كيف بدي احول الفاتوره لفورم، وكيف بدي احول الداتابيز لتيبل. كل هيدي عم لاقي سوليسيون انفورماتيك. يعني الحقيقه الاتيود تكنيك هو تحويل هالحاجات لموديل انفورماتيك، لخرائط اذا بدك، مثل الام سي دي والام ال دي والام سي تي وهكذا. بس نخلص الخرائط تبعتنا مثل مهندس عمل خريطه للبنيه، بس البنيه قصتها ما انعملت. بعدين بننتقل لشو؟ للبروجراماسيون. هون بلش النجار البطون بلش يعمر البنايه، وبالمقابل بدا المبرمج بلش يبرمج، بلش هون نشوف شيء حقيقي على الارض، بلش يبرمج يبرمج يبرمج. بس خلصنا برمجه، نحن شفنا اكيد بعد نعمل له تيستينج كمان. لاحظوا هون بنعمل، بنخلق الداتا بيز، بنخلق الفورم، بنخلق شو ما بدكم اذا بدكم الانترفيس كمان. بعدين بنعمل تيستينج، والتيستينج في كثير ناس عم تعطيها 30% بالايام، تخلوا التيستينج تاخذ 30% من عمر البروجي، بس زمان كانت تاخذ 45%. بس لما صاروا يزيدوا الوقت على الاتيود، التيست صار اخف، بالاضافه لوجود تولز يعني بتساعد على التيست. واخر شيء الميز اون سيرفيس، نحن نزلناه عند الشركه عند المعهد، وقلنا له جبنا المواصلين تبعون الاداره اللي بده يشتغلوا على البرنامج، علمناهم دربناهم كيف بيسجلوا تلميذ، كيف بيعملوا عقد لاستاذ، و و و كيف بيعملوا افادات الضمان الى اخره. خلصناها، وبس خلصنا رجينا اجى اتصل فيني المدير قال لي والله عندي عطل بدك تظبط لي اياه. قلنا له اوكي. ثاني شغله قال لي والله ليك فتحت فرع جديد بدي تعمل لي هالسيرفيس، تكرم عينك. بعد فتره اجى دق لي السيرفيس تكنيك عندي بالشركه، قال لي والله ليك بدنا نزيد موبايل ابلكيشن على هذا، بيصير المدير فيه يفوت من الموبايل تبعه ويشوف هذا، بننزل له اياها وناخذ عليها مصاري او الى اخره، يعني تحسينات بالديفلوبمنت. وهيك بيكون خلصت موضوع المريز. يعني لاحظوا المريز ببلش من اتخاذ القرار بعمل البرنامج، بتواكبه كان بستدي بالابتيت تو دهي، بنعمل ديكشنري دو نيم، بنعمل انترفيو ابتيت تكنيك، بنعمل ام سي دي ام ال دي، بكره بتشوفوه معي ان شاء الله. والبرودكسيون للوجيسيال ببلش بنعمل بروجراماسيون، بعدين انستالاسيون مع شيء نتوركينج تمديد وانستالاسيون للبروجرام، واخر شيء مثل ما قلنا للمينتنس. وهيك بنكون خلصنا، هذا بيكون ديمارش للميريز. بالمحاضره الجايه ان شاء الله حنبلش بالاتيود ديتاي، اللي هي اكيد بدنا نبلش بالديكشنري دوني، واذا بدكم الانترفيو. وان شاء الله نلقاكم مره جايه، واذا حدا عنده سؤال يحط لي بالكومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.